السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحب بالمتابعين، ومرحب بكل أعضاء الباحثين السودانيين، وبكل الناس اللي هيتابعوا المحاضرة البسيطة دي على صفحتي. أنا مصطفى جعفر عبد الله، مهندس كمبيوتر، عندي خبرة حوالي 16 سنة في أمن المعلومات وإدارة أنظمة المعلومات. الليلة هيكون يعني هنقدم محاضرة بسيطة عن الجرائم الإلكترونية، وحنعمل زي هايلايتنج أو حنعمل إضاءات حول القانون الموجود حاليا في السودان، هو قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. في الأول نحن لازم نعرف إنه يعني في تطور كبير جدا في التقنية، والتطور ده أدى إنه العالم كله يكون متواصل مع بعض عبر شبكات الإنترنت أو عبر الشبكات الداخلية. فالتطور في الثورة التكنولوجية اللي حصلت دي خلت كل الناس يكون كونكتد مع بعض، وحتى عالميا يعني 50% من التعداد السكاني في العالم هم كونكتد للإنترنت. الحاجات دي نتج عنها إنه يعني ظهرت معاملات إلكترونية، ظهرت مواقع إلكترونية، وحتى ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي، وبقى كل الناس بتقدر تعمل المحتوى بتاعها للعالم. فظهرت برضو جرائم مستحدثة إلكترونية بقى تسبب خسائر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففي أسباب كثيرة يعني أدت للحاجة دي. فخلينا أول نشوف هنا التعداد الناس المستخدمين للإنترنت. ف50% من العالم حاليا كونكتد زي ما قلنا، أما في السودان عندنا 30% من السكان هم كونكتد للإنترنت حاليا. وممكن نشوف في الرسم البياني اللي قدامنا إنه يعني التطور الكبير في أعداد الناس واللي بقت كونكتد. يعني ممكن نشوف سنة 2005 مثلا عندنا فقط 2.5% أو 1% فقط من السكان هم كونكتد للإنترنت، وخلال يعني 10 سنوات أو أكثر لقينا إنه 30% من السكان حاليا كونكتد. فالإنترنت حاليا يعني حاجة مهمة جدا في السودان ولكل المستخدمين بتاعنا برضه. فنجي نشوف نعمل تعريف بسيط للجرائم الإلكترونية. يعني شنو جرائم إلكترونية؟ الجريمة الإلكترونية هي نشاط إجرامي أو سلوك غير قانوني بيستخدم فوق تقنيات المعلومات والاتصالات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ النشاط أو السلوك الإجرامي ده. فأي جريمة هيدخل فوق مثلا شبكة الإنترنت، تم استخدام شبكة الإنترنت في الجريمة دي، أو عندنا استخدام الموبايل أو وسائل التواصل الاجتماعي في الجريمة دي كلها، نحن باعتبار استخدمنا التقنيات دي كوسيلة، فغالبا دي بتكون تبع الجرائم الإلكترونية يعني غير الجريمة العادية. مثلا الجريمة العادية ممكن يجيك حرامي مثلا في البيت يسرق منك أي ممتلكات، دي ممكن نقول عليها جريمة عادية، أو يلاقيك واحد في الشارع مثلا يسبك مثلا، دي جريمة عادية مثلا. لكن لو الشخص ده ذاته شال الموبايل بتاعه وكتب مثلا حاجة سباك في سبة أو مثلا عمل ابتزاز أو كده باستخدام التقنيات الحديثة دي، أو تقنيات المعلومات والاتصالات الموبايل أو أجهزة الحاسوب العادية أو بالإيميل أو عبر صفحته في الفيسبوك، دي كلها تعتبر جريمة إلكترونية. فالجرائم الإلكترونية برضو ممكن الأجهزة بتاعة تقنية المعلومات أو الأنظمة ذات تكون هدف للجريمة. يعني مثلا أنت عندك الموقع بتاع شركتك، ممكن يجي واحد يخترق الموقع بتاعك أو يغير المحتويات بتاعته، فهنا الـ الأنظمة بيجت لينا هي الهدف للجريمة دي، فدي بتعتبر جريمة إلكترونية. يعني نيجي نشوف مثلا الخسائر الاقتصادية للجرائم الإلكترونية دي ممكن تكون قدر شنو، ونشوف ذاته العدد بتاع مثلا المالويرز اللي بتتعمل كل يوم. كل يوم العالم بتظهر فوق 300 ألف فيروس أو
يعني برنامج خبيث بيظهر في العالم 300,000 يومي. الفيشنج اللي هي دي وسيلة للرسائل الاحتيالية وكده في 33,000 بتظهر يومي رسائل بتاعت فيشنج. الرانسوم وير ده نوع من الفيروس بيشفر البيانات وكده وبيطلب منك فدية معينة يعني تدفع مبلغ معين عشان يتيح لك الوصول للبيانات حقتك. فدي بتظهر منها 4,000 بشكل يومي. فالأعداد دي بتورينا العدد بتاع الجرائم الإلكترونية ممكن تحصل لنا خلال يوم واحد فقط. الريكورس لوست تو هاكينج يعني الناس اللي بتفقد بياناتها بنفقد 780,000 ريكورد يومي. دي يعني دي نشوف دي يعني الديلي اكتيفيتيز للجرائم الإلكترونية. نشوف الخسائر الاقتصادية اللي ممكن تحصل لنا شنو. بالنسبة للميدل إيست وشمال أفريقيا بنلاقي إنه الخسائر الجرائم الإلكترونية أدت لخسائر 3.5 بليون دولار يعني 3.5 مليار دولار اللي ده ممكن يكون نص الدخل القومي للسودان هو خسائر فقط للهجمات الإلكترونية دي أو الجرائم الإلكترونية. بنلاقي إنه الإمارات هي يعني خسرت خلال سنة واحدة بالكلام ده سنة 2018 1.4 بليون دولار يعني مليار ونص فقدت الإمارات فقط للجرائم الإلكترونية. الخسائر الاقتصادية تورينا المشاكل الكبيرة اللي ممكن تتسبب فوق الجرائم الإلكترونية. يعني عالميا العالم بيخسر 608 مليار دولار حسب آخر تقرير اللي هو 2017 608 مليار دولار دي خسائر العالم من الجرائم الإلكترونية فقط. بنيجي نشوف نبذة عن أهم طرق الجرائم الإلكترونية اللي ممكن نشوفها. أول حاجة الدخول الغير القانوني للشبكات وأنظمة المعلومات. فدي باعتبار إنه واحد يدخل على أنظمة شركة تانية أو دولة تدخل على الأنظمة التابعة لدولة تانية من خلال يتم تخريب البيانات أو التجسس أو سرقة المعلومات دي. في برضه سرقة المعلومات والاختراعات زي البحوث والدراسات الهامة يعني التفوق دي دائما بنشوفها مثلا من في هجمات صينية كبيرة جدا على شركات التقنية الأمريكية زي جوجل أمازون. بتلاقي في يعني حتى يعني بيحاولوا يخترقوا الأنظمة العسكرية أساس إنه ياخذوا كل الخطط العسكرية ياخذوا الخرائط أو التصميمات مثلا للأسلحة الحديثة وكده. فبيجت في يعني هي سلاح مهم جدا بتستخدم الدول حاليا. في برضه بنلقى انتهاك الخصوصية برضه يعني كثير من الهجمات بتنتهك خصوصية الأفراد في المجتمع منها بتؤدي للابتزاز وبالنسبة للتزوير والاحتيال. في برضه التصنت والتجسس على المكالمات مثلا عبر الهاتف. فبنلاقي وفي برضه غرسنة البرمجيات يعني دي كلها من طرق الجرائم الإلكترونية. مثلا عندنا ويندوز اوبريتنج سيستم في كثير يعني ممكن في السودان في كمية كبيرة من النسخ المغرسنة بتسبب خسائر كبيرة للناس. والنسخة المغرسنة دي برضه بتكون فوق زي مالويرز وفوق فيروسات الناس تعمل حسابها يعني بتحاول ما تستخدم البرامج المغرسنة. ففي برضه في احتيال مالي وفي برضه جرائم بالتحرش الإلكتروني وكده. في الإرهاب الإلكتروني في جماعات إرهابية بتستخدم التقنية لنشر الإرهاب وكده. بنلاقيها برضه في فترات الفاتت دي كثير من الفيديوهات الإرهابية وكده بدأت تنتشر في المنتديات وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي. في برضه حرب إلكترونية دي طبعا آخر حاجة بقت حاليا في يعني جيوش بالنسبة للأمم بقت بتجهز فوق لأنه بقت كل الهجمات أو يعني التقنية بقت مهمة جدا في الدول. فحتى يعني شبكات الكهرباء المصانع كلها مرتبطة بشبكة الإنترنت. فحتى المفاعلات النووية يعني بقت الناس تحاول تقتحمها أو تخترقها. فالحرب الإلكترونية برضو هي حاجة جاية لكن حاليا هي دائرة يعني زي ما بقول في الخفاء. وفي
كثير من الدول بقى عندها جيوش إلكترونية يعني. طيب عشان العالم يقدر يكافح الجرائم الإلكترونية دي، فبدأ في يعني كانت دول العالم ما عندها قوانين بتردع الجرائم الإلكترونية، فبدأ العالم عبر البرلمانات التشريعية بدوا يعملوا تشريعات أو قوانين للحد من الجرائم الإلكترونية حول العالم. عندنا الخريطة دي من اليو إن بتوضح لنا إنه تقريبا أغلب دول العالم عندها يعني قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، عدا دول بسيطة اللي هي معمولة باللون البرتغالي. برضو دول بسيطة عندها حاليا القوانين كدرافت موجودة بس منتظرة الإجازة. نجي تاني نشوف قوانين حماية البيانات والخصوصية حول العالم. دايما وقت نقول الجرائم الإلكترونية بتجينا برضو حاجة إضافية اللي هي حماية الخصوصية حقت الناس. يعني مثلا أنا اشتريت مثلا كارت من شبكة السوداني أو من زين أو من أي حاجة، فهل يحق للشركة دي مثلا إنه تدي معلومات رقمية لشركات دعاية وإعلان مثلا؟ لازم دي تكون دي القوانين اللي بتحمي الخصوصية حقتي. يعني مثلا أنا الرقم حقي حق التليفون ده ما عايزه يكون عند أي زول، يعني دي خصوصيتي مثلا، فلازم أنا أتحكم في الشركات اللي أنا بدي إحلال إنها تطلع على رقمي ده أو لا، إنه أنا أضمن كيف الشركة دي هتحمي البيانات بتاعتي الخاصة وما تسربها للشركات التانية. فدي كلها بتكون دايما في قوانين حماية البيانات والخصوصية حول العالم. فللأسف برضو بنلاقي احنا في السودان وبعض الدول العربية لسه ما عندنا القوانين اللي بتحمي الخصوصية حقتنا أو حقت المواطنين. وللأسف يعني برضو بعض المواطنين ما عندهم الوعي الكافي بحماية الخصوصية يعني. فآخر حاجة قبل كم يوم كان اتنشر انه فيسبوك حصل لها كان اختراق زمان قبل سنة 2019. الاختراق ده سربت فوقه كل المعلومات الخاصة زي رقم التلفون، رقم الموبايل، الايميل حق الشخص وكده. فالناس الخبر ده مشى فيهم عادي يعني، بسيطين بس اللي استنكروا الحاجة دي مثلا، لكن لأنه عدم اهتمام بالخصوصية حقت رقم التلفون. يعني انا مثلا رقم تليفوني ده ما عايز يطلع عليه اي حاجه اي زول. فحاليا مثلا بالتسريب بتاع فيسبوك في زي 10 مليون سوداني اتسربت رقم تليفوناتهم، وممكن اي واحد عنده التسريب بتاع البيانات ده يقدر يطلع على رقم التليفون لاي شخص من ال 10 مليون سوداني. نحن ده كله مقدمه لنا، ونحن هنعمل اضاءات على القانون. فلقينا انه في الناس عندهم جهل بالقانون، قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية اللي هو اتعمل اول مرة في السودان سنة 2007. فعايزين نعمل عليه يعني اضاءات ونشوف المواد فيه شنو. ممكن ما من ناحية قانونية شديد، فانا هتكلم من ناحية تقنية انه كيف ممكن نشرح القانون بشكل يعني تقني. والنصوص هتبقى واضحة ان شاء الله للموضوع ده. فأنا أحاول الناس ممكن تعمل إسكان وتشارك في الاستبيان المعروض حول في الموقع ده، أو يدخل slido.com ويكتبوا الرقم بتاع الاجتماع 10 اللي هو 10APR2021، أساس إنه نشوف الأسئلة بتاعت الناس على الجزء الأول من المحاضرة. وبرضه لو في زول عنده سؤال ما واضح ممكن نشوفه. طيب عندنا 4 مشاركات بس. بالنسبة سألنا هل لديك علم بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية؟ حاليا في 3 ما عندهم علم بالقانون. طيب هنبدأ نواصل.
طيب القانون بيتكون من 8 فصول وحوالي 48 يعني مادة. هنحاول نغطي المواد بطريقة سريعة عشان الناس تقدر تفهمها. أول فصل اللي فوق أحكام تمهيدية، في اسم القانون والإلغاء والاستثناءات، التطبيق كيف وتفسير لبعض المواد. الفصل الثاني خاص بجرائم مواقع ونظم وشبكات ووسائل المعلومات والاتصالات، بيتكلم عن دخول مواقع نظم المعلومات الخاصة بالغير، دخول نظم المعلومات من موظف عام. وعندنا برضو الفصل الثالث هي الجرائم الواقعة على النفس والأموال والبيانات والحقوق، منها التهديد، انتحال الشخصية والاحتيال والابتزاز وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وكده. الفصل الرابع فيه جرائم الآداب والنظام العام، اللي هي فوق إنتاج المحتويات المخلة بالآداب والنظام العام، في انتهاك حرمة العقائد الدينية، انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والإساءة والسباب. الفصل الخامس يتكلم عن جرائم الإرهاب وغسل الأموال والإتجار بالبشر، اللي فيها بيتكلم عن الترويج للإرهاب وتمويله، إنشاء المواقع للجماعات الإرهابية، على غسل الأموال والإتجار بالبشر. الفصل السادس بيتكلم عن المخدرات والخمور ولعب الميسر، الترويج للمخدرات والترويج للخمور وكده. الفصل السابع يتكلم لين عن الجرائم الموجهة ضد الأطفال وفاقد التمييز، يعني بيحمي الأطفال وفاقد التمييز من المشاكل دي، زي إنتاج مواد إباحية باستغلال الأطفال، خطف الأطفال والترويج للمخدرات بالنسبة للأطفال والمؤثرات العقلية. الفصل الثامن فوق أحكام متنوعة، فيه المصادرة وإغلاق المحل والتدمير والإتلاف والتنازل، والمحكمة المتخصصة والنيابة والشرطة المتخصصة وإصدار القواعد. هنشوف الفصل الأول اللي هو الأحكام التمهيدية، هنقوم هنتكلم عليها. في الأحكام التمهيدية اسم القانون كان اسمه أول، قلنا أول القانون أول مرة اتعمل في 2007، وتعدى سنة 2008 بقى قانون جرائم المعلومات لسنة 2008، وتم التعديل للقانون، تم تعديله لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل لسنة 2020 كان في شهر 4. يعني حاليا نحن لينا زي سنة القانون ده مطبق عندنا، يتوقع عليه يوم 22 أبريل 2020 بواسطة مجلسي السيادة والوزراء، وكان تعديل لقانون 2018. التعديل كان يعني في تعديلات أغلبها في يعني في العقوبات وكده، زيادة في العقوبات. فهنلقى إنه قانون 2018 لغى القانون بتاع 2007. نجي التطبيق ده مهم جدا، إنه القانون ده القانون ده أي جريمة بيتطبق عليها إذا كان ارتكبت كليا أو جزئيا داخل السودان أو خارجه وامتد أثرها داخل السودان. يعني أي جريمة بتاعت معلوماتية داخل السودان القانون ده هيكون مطبق فيها أو امتد أثرها داخل السودان. يعني حتى لو مثلا عندنا هاكر مثلا في أوكرانيا ولا في الصين اخترق أي حاجة داخل السودان، دي باعتبارها القانون هيتطبق عليها، يعني سواء كان الفائز اصليا او شريكا او محرضا. طيب هنيجي نشوف نفسر الحاجات، بعض الحاجات المكتوبه في القانون. البيانات دي اي ارقام او حروف او رموز، اي حاجه ممكن تخزينها ومعالجتها ونقلها بوسائل المعلومات، يعني هي البيانات دي، ما اظن دايره يعني تفسير شديد. التطبيقات دي كل البرامج اللي بتستخدم لتقديم خدمات الكترونيه او وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نقول الفيسبوك، ممكن تويتر او تيك توك، كل هذه تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي او المواقع وكده. الصفحه هي مورد الصفحه، ممكن نقول عليها الصفحات بتاعت المواقع الالكترونيه. الالتقاط يعني الحصول على البيانات والمعلومات في اي رساله الكترونيه بسوء قصد، يعني مثلا ممكن ايميل مرسل من الشخص الاول للشخص الثاني، يقوم يجي شخص في النص يلتقط الايميل ده مثلا، دي بنقول عليها التقاط. او حتى مكالمه بين اثنين، واحد في النص يتصند عليها، ده بنقول عليه التقاط او سنيفنج. المحتوى ده اي نوع من البيانات. الموقع ده الموقع المتاح عليه والمعلومات، يعني ممكن يكون موقع على الانترنت او على انترانت او عنوان فرعي في او وسائل التواصل الاجتماعي، بنقول عليها موقع. المعلومات هي البيانات الاختلاف انواعها اللي هي تمت معالجتها.
المعلوماتية دي كل نظم الأنظمة والشبكات ووسائل المعلومات والبرمجيات والحواسيب والإنترنت أو ما في حكمها، يعني دي بتشمل لنا كل الحاجات دي مع بعض، الأجهزة والشبكات والبرامج. الجرائم المعلوماتية تكلمنا عنها، الخدمة هي أي خدمات زي الصوت والصورة والفيديو أو البيانات المقدمة عبر شبكة الإنترنت. فبنيجي نتكلم برضو وسائل التواصل الاجتماعي، ما محتاجة تفسير. ندخل في الجزء الأول، جرائم مواقع ونظم وشبكات ووسائل المعلومات والاتصالات والخدمات وخدمات الاتصال. طيب، أول مادة عندنا هنا هي دخول مواقع نظم المعلومات الخاصة بالغير. دي بالواضح إنك أنت مثلا تدخل على أي سيستم أو نظام أو موقع ما خاص بك من غير تصريح، وتقوم بتغيير الموقع ده أو تغير التصميم بتاعه او تغيير استخدامه. فالحاجه دي القانون زمان في 2018 كانت العقوبه هي السجن سنتين، سجن وغرامه او بالعقوبتين مع بعض. في 2020 تم مضاعفتها لخمس سنوات، العقوبه بقت 5 سنوات. وممكن لو اي شخص مثلا قام بالغاء البيانات او حذف المعلومات دي او تدميرها، يعني دخلت على موقع دمرت المعلومات او دخلت على بنك مثلا حذفت المعلومات بتاعت البيانات بتاعت العملاء او اي حاجه، فبتتعاقب بالسجن ب6 سنوات او بالغرامه او عقوبتين سواء. زمان كانت 3 سنوات بقت 6 سنوات. هنشوف أمثلة على الحاجة دي. زمان كان في اختراق لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان شخص اسمه حرس الحدود، حرس الحدود كان غير الموقع، يعني تكتب انت mcit.gov.sd حتجيك الصفحة المتغيرة دي. في رسالة كان خاتيها للناس. برضو كان في اختراق تم لموقع وزارة الداخلية بواسطة برضو نفس الفريق حرس الحدود، برضو وضعت كانت رسالة. فدي أمثلة لاختراق إنه في شخص دخل أو غير التصميم بتاع الموقع وعاق استخدامه. يعني لكن نشوف دخول مواقع نظم المعلومات الخاصة بالغير في البند الثاني. لو في شخص مصرح له بالدخول على موقع، يعني مثلا انت مثلا موظف او 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 شغال سبورت لحاجه، فقمت غيرت الحاجه دي بسوء قصد غيرتها او كده، برضه فيها سجن 7 سنوات. يعني ده اذا كان مصرح لك بالدخول واستخدمت التصريح ده لانك تسيء استخدامه، ففيها 7 سنوات او غرامه. طيب، كل من دخل قاصدا موقع او نظام معلومات شبكه المعلومات مباشره عن طريق شبكه المعلومات او الاتصالات بعد الحصول على بيانات معلومات تتعلق بالامن القومي، هنا دي كلها دي في حالة ان المعلومات دي بتتعلق بالامن القومي او الاقتصاد الوطني او بنيه المعلومات الاتصالات الحساسه. مثلا دخلت داتابيز او موقع تابع للجيش او مثلا وزاره من الوزارات او وزارة الاقتصاد مثلا وزارة المالية او كده، دي او بنية المعلومات الاتصالات الحساسة دي ممكن باعتبارها يعني مثلا شبكة الكهرباء، شبكة المياه، اذا عندها انظمة بتنظم الحاجة دي كلها العقوبة فوق 15 سنة او غرامة او بالعقوبتين مع بعض، باعتبارها يعني دي حاجة هتكون حساسة شديد يعني. طيب، دخول أنظمة المعلومات من موظف عام. فإذا في موظف مثلا دخل على نظام معلومات خاص بالجهة اللي بيعمل بها أو سهل الحاجة دي للغير، يعني مثلا موظف في بنك اتفق مع هاكر أو هو ذاته دخل بدون تفويض على نظام معلومات، يعني اخترقها أو غير في البيانات أو كده، فدي فوق عقوبة بالسجن 8 سنوات أو غرامة. فنشوف واحد من الأمثلة اللي كانت حصلت قبل كده. كانت في شركة سودانية ضخمة، كان اللي هي شركة كنانة تقريبا. فكان في موظف هندي الجنسية بيعمل في الاي تي، فاستخدم صلاحياته للتسلل لبريد العضو المنتدب للشركة، وقام بتحويل مبلغ 5 مليون دولار. فدي كانت اتنشرت في جريدة الانتباه وتكلمت عليها الجرائد.
فدي من الجرائم الكبيرة اللي حصلت في السودان يعني، فتحولت ل5 مليون دولار لخارج السودان، ومنها كان سافر خارج البلاد وما تم القبض عليه يعني. فده مثال لدخول لأنظمة المعلومات من موظف عام يعني. بنلقى إنه الجريدة السوداني برضو نفت الموضوع على لسان وزير الصناعة إنه المهندس الهندي لم يسرق شركة كنانة، والموضوع ده اتنشر. فدي حاجة بتوضح إنه المفروض يكون في شفافية في الموضوع أكتر، أساس إنه نقدر نحارب الجرائم الإلكترونية دي. فعندنا هنا إيغاف شبكات المعلومات أو الاتصالات ونظم المعلومات وهذه البيانات وتعطيلها أو إتلافها. فمرات في الهاكر أو الزول ممكن يقوم بإيغاف أو تعطيل البرنامج أو الموقع. دي عقوبتها 8 سنوات، كانت هي 5 سنوات، فوصلت للمدة يعني القصوى 8 سنوات أو بالعقوبتين مع بعض. وممكن نشوف مثال ليها إنه في فيروسات زي الرانسوم وير، فكان بديك يعني بيشفر البيانات بتاعتك، فكل البيانات بتتشفر فبتفقد الوصول ليها وما بتقدر يعني تصل للبيانات بتاعتك نهائيا. غير كده بيجبرك انك تدفع له يعني فدية معينة، فإذا ما دفعت القروش دي أو الفدية عبر البيتكوين اللي هي صعبة تحصل لها تريسنج وكده، فإذا ما دفعت في مدة معينة هتقوم البيانات هتتشفر نهائيا وما هتقدر تتوصل لها. فنتخيل إنه مثلا لو في بنك مثلا حصل له حاجة زي دي، البيانات اتشفرت بتاعت العملاء، فبالتالي ما هيبقى عنده أي معلومة لأي عميل، وكل الأنظمة هتقيف يعني. فده مثال ليها من المشاكل من الحاجات اللي ممكن تظهر للناس، وهي دي حاجة شائعة جدا يعني. في شركات كبيرة حول العالم حصلت لها يعني حصل لها إصابة بالرانسومير. فبنلاقي هنا اعتراض البيانات ده يعني انك انت تكون في النص عندك وصول للشبكة، انك تلتقط المعلومات المرسلة بين شخصين زي مثلا ايميل او مكالمة او اي حاجة زي دي. فدي فيها زي 6 سنوات. فشايف هنا القانون كاتب دون إذن بذلك من النيابة المختصة، يبقى إذا في إذن من النيابة، إذا كانت في مثلا جريمة النيابة بتحقق فيها، فيحق لها إنها تعترض بياناتك وحتى تشوف المكالمات بتاعتك اللي أنت بتجريها أو الرسائل اللي قاعد ترسلها وكده. فدي دي مثال لاعتراض البيانات. إذا كانت البيانات اللي أنت حصلت عليها دي أو اعترضتها عن طريق الشبكة هي ذات طبيعة أمنية أو متعلقة بالاقتصاد الوطني أو من الاتصالات والمعلومات الحساسة دي، ضربنا أمثلة بها مثلا للأنظمة العسكرية أو الخاصة بالبنية بتاعت الأساسية للدولة، فدي فيها غرامة تصل ل8 سنوات، أو لو في عقوبة أشد ممكن يفرض القانون. إعادة الوصول للخدمة وتشويش أو التعطيل اللي اتكلمنا عنها، اتكلم يعني توصل للخدمة مثلا عندك موقع، أنا أعيق الناس إن الموقع ده ما تقدر تستخدمه أو ما توصل، بنقول لها الدينايل أوف سيرفيس أتاك. الدينايل أوف سيرفيس أتاك ده مثال ليها يعني، مثلا تيجي تفتح الموقع يقول لك الموقع ما ممكن يعرض لك أي معلومات. فهو واحد من الأتاكس كانت حصلت أثناء تقريبا الثورة قبل سنتين، في منظمة بتاعت هاكينج عالمية اسمها أنونيموس مشهورة جدا، فكانت هاجمت الموقع سوني للأنباء بهجوم من نوع الدينال اوف سيرفيس ذاك او ديستريبيوتد الدينال اوف سيرفيس. فده انه بيعمل بيرسل بيانات كبيرة جدا للموقع لغاية ما الموقع او المخدم اللي عليه الموقع ما يقدر يخدم البيانات دي، بالتالي ما في اي شخص يقدر يستخدم الموقع ده. فده مثال لإعاقة الوصول للخدمة وتشويشها. الحاجة دي خطورتها وين؟ يعني ممكن الهجوم ده يتعامل مثلا لبنك او مثلا لوزاره، فالموقع بتاع الوزاره هيكون داون ما هيكون شغال نهائيا، او مثلا بنك ممكن يطلع بره الخدمه. فنتخيل انه مثلا الهجوم ده تم على بنك مثلا للصرافات الاليه، فكل الصرافات الاليه هتكون ما شغاله. فدي حاجه كلها يعني ممكن تعيق الدوله يعني.
تخيل مثلا الهجوم ده تم على 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 سيرفرات مثلا شركة الكهرباء مثلا، ما في اي شخص هيقدر مثلا يشتري كهرباء في البلد، فدي دي كلها يعني هجمات مؤثرة جدا وفوق مشاكل كبيرة. فالقانون بيعاقب عليها بتصل لمدة بتصل لست سنوات او غرام او العقوبتين مع بعض. بنيجي نتكلم برضو فصل عن الجرائم الواقعة على النفس والأموال والبيانات والحقوق. برضو في القانون يتكلم عن التهديد، أي شخص يعني يستخدم وسائل المعلومات للتهديد أي شخص تاني يعاقب للسجن ل5 سنوات. إذا كان التهديد موجه لموظف عام بتصل من 5 ل8 سنوات. فالتهديد ده ممكن يتم عبر المكالمة الهاتفية، أو ممكن يتم عبر مثلا رسالة SMS، أو ممكن يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان بفيسبوك أو رسالة في الواتساب. هذه كلها ممكن تكون النص استخدمها في التهديد. غالبا لأن المشاكل دي كبيرة فالقانون لازم يكون يعاقب عليها. إن برضو انتحال الشخصية أو صفة الغير، فبرضو دي حاجات كتيرة جدا، يعني ممكن أي واحد يتصل بيك وينتحي شخصية مثلا إنه مثلا موظف من زين، أو إنه مثلا يقول لك أنا من المستشفى مثلا وأنا دكتور وعندك معرفة خالتك في المستشفى ولا راقد في المستشفى وحول لنا رصيد. فده كله انتحال بتاع شخصية. فدي جرائم كتيرة بنشوفها نحن بتحصل كتير في السودان يعني. فدي فيها بتصل العقوبة ل7 سنوات. بنلقى برضو الاحتيال، برضو الحاجة اللي أنا قلتها حاليا دي برضو بتصل بجريمة بتاعت احتيال. في برضو يقول لك مثلا ربحت جائزة يا أخي حول لنا مثلا 1,000,000 جنيه عشان نحول لك الجائزة في حسابك. دي برضو كتيرة جدا. فكل من يستخدم وسائل شبكة المعلومات والاتصالات أو وسائل المعلومات والاتصالات أو التطبيقات في خداع أي شخص أساس إنه يلقى له فائدة مالية أو كده، فالسجن فدي فوق سجن بتصل ل7 سنوات، وإذا تكرر الموضوع 3 مرات ممكن تصل ل9 سنوات. فبنشوف من الأمثلة اللي حصلت إنه كانت في الحملة بتاعت بلو فور سودان، فكانت حملة عالمية، الناس بدأت من حول كل أنحاء العالم بدأوا يتبرعوا للثورة السودانية وكده، يعني أساس إنه يساعدوا الناس وأسر الشهداء. فبنلاقي إنه في ناس استخدموا الحاجة دي في إنستغرام، عملوا حملات بتاعت سكامز، يعني كلهم ناس دجالين ساي، فبيعمل إنه عايز يحول القروش دي للناس أو الناس تستفيد منها، لكن بيحولها على حسابه وبيعمل بيها، بيعمل لها حملات يعني وهمية في إنستغرام أو في وسائل التواصل الاجتماعي. دي مشاكل، دي برضو من الجرائم تحت الاحتيال يعني اللي حصلت. وفي برضو اتكلمنا عنها عصابات تحويل الرصيد، فدي كتيرة جدا في السودان اللي هي بتتم عبر الاتصالات وتحويل الرصيد، يقول لك حولت لك رصيد بالغلط ما عارف كده. فدي الناس برضو فيها عقوبات برضو كتيرة. بنجي للمادة 13 بتتكلم عن الابتزاز، في انه اي شخص يعني يستخدم الشبكات والبرامج في ابتزاز اي شخص يبعث في نفس الخوف الاضرار به، فدي فيها عقوبات بتصل ل5 سنوات بالسجن. اذا كانت جريمة الابتزاز بالتخويف بالموت، يعني قال له انا بقتلك لو عملت كده، او بالاذى الجسيم او الخطف، بتصل ل10 سنوات. عندنا برضو المادة 14 سنة الكراهية ضد الطوائف والجماعات والجهات، إذا تم استخدام البرامج أو الشبكات في إثارة الكراهية أو العداوة بين الجماعات بسبب اختلاف الدين أو الأصل العرقي أو اللون أو اللغة بما يعرض السلام والطمأنينة العامة للخطر، دي برضو فيها 7 سنوات سجن أو غرامة أو عقوبتين مع بعض. في برضو إثارة الكراهية ضد الأجانب برضو فيها عقوبات. في اعتراض التحويلات المالية والأرصدة والتزوير، فدي دين احنا ده حيكون بند مهم جدا في المرحلة الجاية، خاصة بعد دخول السودان يعني التحويلات، بقينا جزء من العالم حاليا في التحويلات المالية ودخول الفيزا والماستر كارد وكل الحاجات الخدمات المالية دي.
فدي حتجينا مشاكل كبيرة جدا في التزوير وفي اقتراض التحويلات المالية دي كلها حتجينا. فدي فيها القانون بيعاقب ب7 سنوات سجن، فدي حتقابلنا يعني كتير جدا في الفترة الجاية. يعني عندنا برضو الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال، فدي مثلا غالبا لو زول استخدم ثغرة مثلا في شركات الاتصالات او كده بتحليه اي حاجة، او عمل هاكينج لاي شركة اتصالات ان مثلا رصيده ما ينقص او ينتفع باي حق بدون وجه حق بالخدمات دي، القانون بيعاقب عليها بمدة لا تتجاوز 7 سنوات. وفي برضو حاجات بتاعت انتهاك حقوق الملكية الفكرية، دي برضو في السودان كتير جدا جدا انتهاك حقوق الملكية الفكرية. فممكن عادي واحد مثلا عمل غنية وسجلها في الملكية الفكرية، أو عمل كتاب أو عمل اختراع أو أي حاجة، فنلقى إنه الحاجة دي مشهورة في الإنترنت بدون أي يعني إشارة للحقوق بتاعته الملكية. بنلاقي برضو منها المصنفات الأدبية والفنية، إذا كان رسومات إذا كانت أغاني بتاعت فنانين أو أي أبحاث علمية بتتنشر في الإنترنت بدون يعني الحصول على الإذن المسبق من المالك يعني. فدي بتصل فيها ل4 سنوات سجن العقوبات، ودي ممكن تكون أكتر حاجة ضرت الفنانين. يعني لو ملاحظين انه بقت ما في شرايط الناس الفنانين ما في انتاج للشرايط الزمانك اللي كان بتلقاه دي، لانه الناس بقت تنقل بتستخدم اليو اس بي بتنقل الاغاني دي كلها في ام بي 3، وتلقى السودان كله عنده الشريط. فحاليا بقى الانتاج كله انتهى، لانه بالنسبة للجرائم اللي بتحصل على الفنانين يعني. ده كمثال مثلا. بنلاقي برضو استغلال العلامات التجارية برضو بدون وجه حق، دي برضو القانون بيعاقب عليها ب4 سنوات. يعني مثلا ممكن انت تتخيل تنقل يعني تستخدم اي حاجة او براءة اختراع او علامة تجارية لمنتج بتاعك، فدي برضو بتأثر على المالك التجاري المالك بتاع العلامة التجارية. نشوف من الأمثلة، إن الأمثلة عندنا كانت في مشكلة كبيرة حاليا كانت حاصلة بين شخص اسمه عصمت ونادي الهلال. فأخونا عصمت ده عصمت محمد الحسن هو مسجل الشعار بتاع الهلال ده، الرسمة بتاعت الهلال للشعار ده بقى هو المالك للعلامة التجارية بتاعت الهلال دي. فبالتالي لا يحق لأي شخص إنه يستخدم العلامة دي، وأي شخص هيستخدمها في أي حاجة فهتطبق عليه العقوبات قانونية يعني. فشايفين هنا كانت اتنشرت الصحف الرياضية نشرت كتير في الموضوع ده، وحتى الآن هو مالك للوجو أو الشعار بتاع الهلال. فحتى شايف هنا كان اتعرض عليه 10 مليون دولار وهو ما باع يعني، أو طالب ب15 مليون دولار حسب وفي الآخر ده حق هو المالك للعلامة التجارية. فما في جهة بتقدر تشيل الحق ده منه يعني حاليا، إلا هو يقوم يدي الحق للجهة التانية. طيب بنلاقي برضو في كلام في القسم عن الجرائم الآداب والنظام العام. فالجرائم دي غالبا هي زي الجرائم المحتويات المخلة بالآداب والنظام العام. فأي شخص بيعمل مثلا ينتج الحياة المحتوية على محتوى مخل بالحياة أو الآداب أو النظام العام دي، فبتصل العقوبات ل8 سنوات، كانت زمان فوق 5 سنوات أو بالجلد، فحاليا بيجي 8 سنوات سجن واتلغت عقوبة الجلد. وكل من يحوز أو يخزن بسوء قصد، يعني أي شخص يخزن محتوى مخل بالآداب، فدي القانون بيعاقب عليها ب4 سنوات سجن. يعني إذا أي جهاز مخزن فوقه أي محتوى مخل بالآداب ممكن تصل ل4 سنوات سجن. برضو القانون بيعاقب على الترويج للدعارة،
فدي بتصل لثماني سنوات. يعني لو في اي واحد عمل موقع او اي حاجة نشر اي حاجة بتروج للدعارة بتصل لثماني سنوات، او عمل تطبيقات بتروج للحاجات دي بتصل برضو عقوبات لثماني سنوات سجن. برضو هنا بنقول في مادة 21 نشر الافكار والبرامج او الابعاد المخالفة للنظام العام، دي برضو حاجة عامة كده ما مخصصة كتير، فبرضو بتصل ل6 سنوات سجن. دي ممكن القانونيين يفصلوا فيها أكتر. برضو في انتهاك حرمة العقائد الدينية، فأي شخص يستخدم البرامج وشبكات الاتصالات لإهانة الأديان وكده، أو انتهاك الحرمة بتاعت الدين أو سب الدين أو كده، فدي كلها بتصل ل6 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين مع بعض. بنجي لحاجة مهمة جدا اللي هي انتهاك الخصوصية، فأي شخص يستخدم شبكة المعلومات والاتصالات أو التطبيقات في انتهاك خصوصية أي شخص، أو يتدخل في حياته الخاصة، يعني مثلا صورت أي شخص نشرت صوره أو شيلت صور خاصة نشرتها في أي حاجة أو اتصنت عليه أي شخص، فدي كلها بتعتبر انتهاك للخصوصية، وفيها بتصل العقوبات ل4 سنوات سجن. البند الغريب هنا انه قال لك لا تعتبر الافعال المذكوره في البند 1 جريمه اذا تمت بامر بقرار قضائي او قرار من النيابه العامه او بواسطه سلطه مختصه في كل الاحوال. فاذا تمت الحاجات دي كلها بقرار قضائي، يعني تم انتهاك خصوصيتك انت كمواطن مثلا بقرار قضائي او من النيابه، يعني النيابة يعني هم يحق عليهم انه ياخدوا صورك او يشيلوا اي حاجة في حياتك الخاصة او تصمد عليك، فدي برضو اعتقد انها لازم تكون يعني انت متهم بجريمة او حاجة عشان تصل للحاجة دي، فبرضو دي حاجة قانونية خلي الناس ممكن في الناس التشريعيين يفيدوا فوق اكتر. بنجي نشوف الدول اللي عندها قوانين في أفريقيا اللي عندها قوانين بتحمي الخصوصية، فبنلاقي إنه للأسف أغلب الدول الأفريقية ما عندها قوانين بتحمي خصوصية المواطنين. تقريبا الدول اللي عندها قوانين بسيطة أو حوالي 10 دول اللي هي بالأخضر دي أو أقل من 15 دولة، كل الغارة أغلبها ما عندها قوانين، وفي بعض الدول ماشية في الإجراءات إنها تعمل قوانين تحمي بها الخصوصية بتاعت المستخدمين. بنجي برضو القانون جرم نشر الأخبار الكاذبة، يعني كل نشر الإشاعات، ودي بنشوفها كتير جدا الأخبار في الفيسبوك ومنتشرة وفي الواتساب وكده، ففي أخبار يعني كاذبة كتيرة جدا بنلاقيها بتكون غير صحيحة. فإذا كان شخص عالم بأنه الخبر ده إشاعة أو خبر كاذب ونشره لنشر الخوف والذعر بين الناس، فدي بتصل فيها العقوبات ل4 سنوات أو غرامة أو بالعقوبتين مع بعض. يعني دي إشاعة السمعة برضو، يعني أي واحد استخدم الفيسبوك أو الواتساب أو أي أو المكالمة أو أي حاجة من الوسائل دي لإشاعة سمعة أي شخص، بتصل الجرائم للعقوبات ل6 سنوات. برضو الإساءة والسباب، فأي شخص يستخدم الشبكة أو البرامج أو التطبيقات في توجيه الإساءة أو السباب لأي شخص، فدي ممكن تصل ل4 سنوات سجن. فللأسف الحاجة دي منتشرة كتير جدا، يعني في التيك توك وفي الفيسبوك وفي الواتس بنلاقي في سباب، فدي ما أعرف كام فيديو لاقانا في التيك توك منشور واحد من الفنانين الشباب ديل ما اعرف، فكان في يعني سباب لبعض الناس شغالين في بعض الهيئات الحكومية. دي من الأمثلة اللي بتلاقينا كتير جدا في وسائل التواصل الاجتماعي. بنلاقي في الفصل ده القانون يتكلم عن جرائم الإرهاب وغسل الأموال والإتجار بالبشر، فبنلاقي إذا كان في ترويج للإرهاب أو تمويله، فدي بتصل فيها العقوبات ل15 سنة ل20 سنة. يعني إذا كان في أي شخص
روي للإرهاب أو لتمويل جماعات إرهابية واتصل للدرية دي، أو إنشاء المواقع للجماعات الإرهابية، أو ساهم أو استخدم التقنيات دي لتنفيذ العمليات الإرهابية بتصل لعشرين سنة. في برضو غسل الأموال، حاليا في كثير من المواقع أو الناس بيستخدموا التقنية لغسل الأموال، خاصة مع إنه دخول تقنيات البيتكوين والحاجات دي، فبقت صعبة جدا الحكومات تقدر تتوصل للأموال دي. بنلاقي إنه برضو القانون عاقب عليها بعقوبات تصل ل 15 سنة. الإتجار للبشر في كثير من المواقع، مثلا في الدارك ويب أو كده، في بعض الدول يعني في إتجار بالبشر، فدي بتصل ل 15 سنة أو غرامة والعقوبتين مع بعض. يعني بنجي في فصل خاص بالمخدرات والخمور ولعب الميسر، فإذا استخدمت التقنيات دي بعض الطرق للمخدرات، فدي بتصل فوق العقوبات، تصل للسجن المؤبد. يعني إذا في أي شخص روج للمخدرات أو عمل موقع يروج للمخدرات، فدي العقوبة بتصل للسجن المؤبد. فدي بتخلينا نحن إنه أي شخص مثلا يعمل حسابه دائما ويحافظ على البيانات بتاعته، الإيميل بتاعه ذاته يحافظ عليه، والباسورد ما يدي لأي شخص. فلأنه أنت ممكن بأي شخص لو لقى الباسورد بتاعك مثلا بتاع الفيسبوك ولا بتاع تويتر ولا، فدي كلها ممكن يعني يسبب مشكلة كبيرة جدا ليك، وتخش في مشاكل من المشاكل دي. يعني بنلاقي الترويج للخمور برضه هو مجرم في القانون، وبتصل العقوبات لمدة بالسجن لا تتجاوز ال 6 سنوات. برضه لعب الميسر مجرم بالقانون، لو في أي شخص عمل موقع أو عمل تطبيق، فبتصل ل 5 سنوات، اللي هي لعب الميسر الترويج له. بنلقى في جرائم يعني موجهة ضد الأطفال وفقد التمييز، يعني ففي بعض يعني ضعاف النفوس، ناس المرضى بيحاولوا يهددوا ويخوفوا الأطفال أو يجبروهم إنه يعملوا أي فعل، فدي بتصل ل 11 سنة أو غرامة مع بعض. القانون جرم برضه إنتاج المواد الإباحية باستغلال الأطفال، دي بتصل 15 سنة. إنتاج مواد، لو في أي مواد إباحية استغل فوق الأطفال أو روج أو وزع عليهم، برضو بنلاقي في القانون جرم خطف الأطفال وفقد التمييز باستدراجهم وبيعهم، فدي جرائم يعني الزول ما بيقدر يتخيلها، لكن القانون برضو خد الجرائم دي عشان يعاقبها بالسجن المؤبد. الترويج لضعاف الأطفال برضو فقد التمييز، تعريض من المواد الإباحية ده القانون بيعاقب عليها بمدة تصل ل 15 سنة سجن. ترويج المخدرات للأطفال، المخدرات والخمور للأطفال وفقد التمييز، برضو بتصل فوق ل 15 سنة. بنلاقي برضو في أحكام متنوعة، المحكمة ممكن تحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو وسائل المعلومات أو الاتصالات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها. يعني مثلا إذا في موبايل أو في جهاز أو في سيرفر معين أو داتا سنتر اتعملت فوق الجريمة دي، يحق للمحكمة إنها تصادر الأجهزة دي كلها، ويحق للمحكمة إنها تغلق المحل اللي تمت فوق الجريمة إذا ارتكبت بعلم مالكه. يعني إذا في حتة معينة ارتكبت فوق الجريمة، فيحق للمحكمة إنها تغلق المحل، وبرضو يحق للمحكمة إنها بتتلف الأجهزة والحاجات المستخدمة في الجرائم دي. وإذا كانت الجريمة دي تم ارتكابها بواسطة شخص أجنبي، فممكن تحكم بإبعاد المدان من السودان بعد ما يتم العقوبة بتاعته. بالنسبة للتنازل، إذا في أي جريمة حصلت يعني لأي شخص، ممكن يتنازل عن حقه الخاص في الدعاوي دي،
اما الحق العام ده ما في يعني المحكمة حتحكم به، لكن ممكن يتنازل الشخص عن الحق الخاص حقه قبل ان يصدر حكم نهائي. يعني لازم قبل ما المحكمة تصدر حكم نهائي ممكن الشخص يتنازل عن حقه. فبنلاقي هنا في محاكم متخصصة اتعملت، محاكم جرائم المعلوماتية، وفي نيابة متخصصة اتعملت، وفي شرطة متخصصة برضو متخصصة في الجرائم دي. وشكرا لكم على متابعتكم للمحاضرة دي. فأنا حاليا هشوف الأسئلة الواردة على السلايد، وما أعرف السلايد ده الناس قدرت تدخل، لأنه حتى الآن ما جاءنا سؤال يعني عليه. ممكن الناس المتابعة عبر الفيسبوك تحاول تنشر لنا الأسئلة هنا، أنا بحاول أجاوب عليها. طيب شايف انه ما جانا اي سؤال حاليا من المتابعين، فشكرا لكم لمتابعتكم، وان شاء الله انا هكون متابع في التعليقات. لو في اي سؤال ممكن اي شخص عنده توضيح عايز توضيح ممكن هكون اوضحه له. شكرا لكم ويديكم العافية، شكرا جزيلا.